صباح الخير البنات، عيد مبارك سعيد، دخل عليكم بالصحة والسلامة وبكل المتمنيات اللي في خاطره شي حاجة يحققها يا سيدي ربي. صباحكم مبروك، عيد مبارك، اتمنى هاد النهار يدوز عندكم مزيان. انا يلا فقت من النعاس ولبست القفطان ديالي وجدت حويجاتي وحويجات ولدي ولبست القفطان ديالي باش نوجد الفطور ديالي باش نمشيو عند الماما، غادي نعيدو معاها مع العائلة. اكيد اكيد العيد ما تيحلاش الا مع باللمة ديال العائلة والحباب. اكيد دابا غادي نوجد الفطور اللي غادي ندي معايا لعند ماما، خليكم باش تشوفوا الفلوق ديال اليوم غيكون جد رائع. اول حاجة غادي نصف الحليوة دابا باش نمشيو عند الوالدة غادي نفطروا معاها. بالنسبة للحلوة انا ديجا صغتها غير في الدار، حلوة بلدية. هادو دي بول اللي غادي نعمر فيهم تيجيو رائعين هكذا في الكاطو، خصوصا الكاطو البلدي تيجيو رائعين. هاد لي بول هادو كنت ديجا خديتهم انا من كنت ولد، كنت درتهم في السبوع ديالي، تيجيو زوينين خصوصا كما قلت لكم الكاطو بلدي تيجي رائع فيهم. ها الكاطو اللي وجدنا العيد غادي نستفو دابا، خليكم تشوفو تنستفو. تيجيو من تنستفوهم تيجيو رائع، واحد المنظر ناضي غزال. جاو رائعين حليوات. ايوا دابا نمشيو نجدو راسنا باش نمشيو عند الوالدة. من بعد ما وجدت الفطور اللي غادي ندي عند ماما، دابا حطيت الحويجات اللي غادي نلبس. هذه اللبسه ديال فهد خديتها عليه، نعمل اللاس البونطالو ولا شوميز والكرافات، داكشي زعما اتيكيت. وهذا القفطان ديالي اللي شتوني ديجا صورته لكم، غير صورته دابا مزيان باش تشوفوا لي مونش ديالو كيف دايرين، وداك الشيء الخدمه ديالو غزاله رائعه الصراحه وخفيف، وحتى الثوب ديالو حتى ديال اللولات تيجي بارد، وميم لا كولور شي حاجه سبيسيال، نغيروا الالوان الغامقه نلبسوا شويه الوان فاتحه دابا الربيع. وهذا اللبسه البلديه اللي غادي نلبسوا دابا في الصباح، ماتشي ماتشي انا وزوج ديالي وولدي، خيطنا نفس لا كولور يعني جليبات كلنا خديناهم في النوار. صراحة الاسود تيجي راقي وتيجي زبيون، وخيط جليلي بقى انا يا عند ايمان ناجم، ما يستيليس ايمان ناجم ديما تخيط ليا، درتها هكا بالقفطين ديالها بالشبيكه مخدوم بالدريسات ديال الراندا، وجليبه مطرزه بالطرز الرباطي، وكذلك في هدا حتى هو. وهذه الصنديله اللي خديت مع جليلي با صنديله ترونسبارون. ودابا لبس الجليبه ديالي وجدت راسي انا وزوج ديالي، وفهيدة كذلك لبسنا هادشي، لبسنا كما قلت لكم ماتشي ماتشي، يعني لبسنا نفس لا كولور نفس لو ستيل كاملين بالثلاثه بينا. ودابا غادي نمشيو عند الوالده ديالي نفطروا معاها ونجمعوا مع لمه العائله. اكيد العيد ما تيحلى غير مع لا فامي ومع الناس العزاز والحباب ديالنا. كيف جاتكم الجلابه؟ الصراحه جات رائعه، حتى في اللبسه ملي لبستها عجبتني، خصوصا داك هاد الشبيكه هادي اللي لبسها هاد القفطين عطاتها واحد لو ستيل رائع رائع صراحه، جاها زوين زوين زوين. عجبتني بزاف الصراحه، الخدمه طلعت رائعه. وزوج ديالي حتى هو لبس كيف ما شفتو، حتى هو لبس جليبه في النوار. وهذا سيدي فهيدة، فهيدة الغالي حبيبه ديالي، دير 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 باي باي، دير باي باي لخواتاتك. حتى هو لابس قني دايره هكا ومعها هذيك العبايه هكا مفتوحه في النوار، مع هو وباباه. هما اختلفوا شويه عليه، لبسوا فيها الابيض مع الاسود، وانا خلاص لابسه غير جليبه هكا يا قفطان ديالها، كلشي اسود في اسود. ودابا وصلنا عند الوالده، نطلعوا تشوفوا الفطور اللي نفطروا عندها وتحضيرات ديال الغداء، ونهاركم مبروك.